السلام عليكم، سنة تالتة accounting مادة OR. ده الفيديو يا أولاد رقم 6، وده إن شاء الله بإذن الله الفيديو اللي فات والفيديو ده جزء بتاع sensitivity analysis أو chapter 3 كله. ده من أهم الشابترز اللي عندك. المرة الجاية إن شاء الله هنخلصه بإذن الله فيديو 7، وكده يبقى كل الكلام اللي اتقال قبل موضوع الكورونا أو كل الكلام بتاع الميد تيرم الأول خلص، ونبدأ الجزء اللي هو بتاع المحاضرات الأونلاين. تمام؟ طيب، المرة اللي فاتت قلت لك إن أنا sensitivity analysis متقسمة جزئين. جزء إن حضرتك بتلعب فيه، بتجيب لي الرينجز بتاعة الأوبجيكتيف فانكشن، بتجيب لي الرينجز بتاع ده الورق بتاع المرة اللي فاتت، هو أنا بصور حتى في نفس اليوم. تمام؟ اللي بيجيب لي الرينجز بتاع الأوبجيكتيف فانكشن، الأوبجيكتيف فانكشن كانت ماكسمايز 5x1 بلس 7x2. وكان الاوبتيمال سولوشن ما تنساش كان x1 equal 5 وكان x2 equal 3. جميل، رد عليا بقى، انا عايز اعرف ال5 دي تنزل لحد كام وتعلى لحد كام، وال7 دي تنزل لحد كام وتعلى لحد كام، ويفضل الاوبتيمال سولوشن ده ثابت ما يتغيرش، يفضل الاوبتيمال سولوشن ده ثابت ما يتغيرش. كده احنا بنلعب في الكوفيشنتس اوف اوبجكتيف فانكشن، الكوفيشنت اوف x1 والكوفيشنت اوف x2. وما تنساش احنا ناس فاهمين مش ناس حافظين، الارقام اللي قدام x1 وx2 دي في الاوبجكتيف فانكشن بتكون ايه؟ يا بروفيت يا لوس، انا اسف، يا بروفيت يا كوست. طيب هنا التمرين كان ماكسمايز، يبقى ده الفايف ده هو البروفيت بير يونت، وال7 ده هو البروفيت بير يونت. اقلل الربح بقد ايه او ازود ربحي بقد ايه؟ تمام، ويفضل الاوبتيمال سولوشن ما يتغيرش، يعني انتج 5 او ابيع 5 من المنتج الاول، او انتج او ابيع 3 من المنتج الثاني. انما اللي يتغير هو ايه؟ اللي يتغير هو الماكسيمم بروفيت او الاوبجكتيف فانكشن فاليو. المره الجايه لما نحل تمارين على كل الجزء اللي احنا قلناه ان شاء الله هتعرف اهميه الاسترس اللي انا بعمله. قلت لك الحدوته كلها عشان مره هنشتغل على الاولاني الخمسه، ومره هنشتغل على الثاني السبعه. لما بشتغل على الاولاني الثاني بيبقى ثابت، لما بشتغل على الثاني الاولاني بيبقى ثابت، ومره هشتغل على الاثنين، يعني مره ده وده، يا ده يا ده، ومره الاثنين مع بعض. جميل. الاولاني قلت لك كان موضوع بسيط قوي، ان انت حضرتك بتشتغل على السلوب. يعني ايه؟ انا هلعب في الخمسه دي. طيب الخمسه دي بسميها، بغير الاوبجكتيف فانكشن اسميها c1، وc1 دي جايه من كوفيشنت 1 x1 بلس 7x2. كده الاولاني بس اللي هيتغير والتاني ثابت. السلوب هنا بكام يا اولاد؟ السلوب نيجاتيف، قلت لك ما تحفظ، قلت لك اخر الفيديو اللي فات اوعى تنسى، نيجاتيف c1 اوفر 7. وتحط لي نفسك بين الاثنين سلوب بتوع الاثنين بايندينج كونسترينز. طب مستر لو جاب لي ريبورت في الامتحان زي اللي انت وريته لنا اعرف منين البايندينج؟ عيب عليك، البايندينج اللي بيبقى فيه السلاك او السيربلس بزيرو. طب يا سير كانوا هما الاثنين دول البايندينج. المره اللي فاتت جبنا السلوب بتاع الاولاني وجبنا السلوب بتاع الثاني، لو حضرتك فاكر كان السلوب الكبير ادي هنا يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3، وهنا كان جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1. مهمتي بقى ان انا اجيب سي 1، عايز اجيب سي 1. اجيب سي 1 ازاي؟ اجيب سي 1 ان انا عايز اخلص من ال 7 اللي تحت فهضرب كل الايكويشن في 7، وعايز اخلص من النيجاتيف فهضرب كل الايكويشن في نيجاتيف 7، يعني ضربتهم كلهم في نيجاتيف 7 بالكالكوليتور، نيجاتيف 1 في نيجاتيف 7 ب 7. ولما بتضرب في نيجاتيف في حاجه من الاثنين بتتغير، الحته دي انا محتاج فيها ان انت تبقى عارف ان الاشاره هتتقلب، يعني دي تبقى جريتر ذان اور ايكوال، وهنا هتبقى نيجاتيف سي 1 اوفر 7 في 7 هتبقى سي 1، وهنا هتبقى جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 2 اوفر 3 في 7 هتطلع 4.667. يعني ايه يا فندم؟ يعني الخمسه دي تزيد لحد 7 او تقل لحد 4.667 ويفضل الاوبتيمال سولوشن ده ما يتغيرش. يعني انا هنا كده بزيد بقد ايه؟ انا اسف، بقل بقد ايه؟ بقل تقريبا ب 1 اوفر 3، وبزيد بقد ايه؟ انا هنا 5، خلي بالك ما تنساش، بزيد ب 2. الكميه اللي انا قلتها دي اسمها الالاونس، اوعى تنسى الكلام ده، الالاونس ديكريز، يعني النقص المسموح به. والكميه اللي انا زدتها دي لحد 7 اللي هي كانت 2 اسمها الالاونس، اسمها الالاونس
increase. طيب يجي في الامتحان وقلت لك الاسئله دي المره اللي فاتت وبقولها تاني، بيقول لك if، اسمع الكلام، if the coefficient of x1 increased by 3 what is the effect on the optimal solution. increase by 3 الزياده اللي مسموح له بيها 2 هو زاد بتلاتة، يبقى خرج بره الرينج اوف اوبتيماليتي اللي احنا عملناه. التاني انت زدت بتلاتة، الزياده المسموح لك بيها 2 بس، انت زدت بتلاتة خرجت بره الرينج. اختار ايه من الاجابات؟ ايه اللي هيحصل؟ واختار حاجه اسمها ريسولف ذا بروبلم او cannot determine. انا ما اقدرش نحدد، ما اعرفش بقى اللي هيحصل، يا الله اعلم، ده اللي عليا. طب يا سيد لو قال لك ان هو increased by 1 over 3، الله 1 over 3 ده allowance decrease، يعني احنا لسه في الرينج، يبقى no effect، الاوبتيمال سولوشن مش هيتغير. ده كان اول واحد. التاني بقى، التاني كان ايه يا فندم؟ ال 7 دي، هرجع انا خلاص هنا، ال 7 ده الكوفيشنت التاني او الكوفيشنت بتاع الفاريبل التاني، فهرجع الاوبجكتيف فانكشن هتبقى 5x1 plus c2x2. سامعك كويس انك قلتها لي، الله يفتح عليك، جميل. طيب يا فندم نكمل، ادي هنا كده جيب لي السلوب بتاع ده، اجيب لك السلوب بتاع ده، نيجاتيف الرقم اللي موجود قدام x1 على الرقم اللي موجود قدام x2، يعني نيجاتيف 5 over c2، وبرضو للزان اور ايكوال السلوب اللي احنا كنا بنقول عليه وجريتر زان اور ايكوال نيجاتيف 1. يلا بينا يا اولاد، ها هنا في كارثه، لان سي 2 تحت وفي نيجاتيف، هضرب في نيجاتيف، بس في حاجه بقى يا رب تسمعها مني وتفهمها، وبرجع الفيديو بقى مرتين ثلاثه عشان تفهمني. تمام دلوقتي يا فندم لما بضرب في نيجاتيف يا بقلب العلامات يا اما بطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت، قصدك ايه؟ انا هضرب كل دي تايمز نيجاتيف 1، هضربها في نيجاتيف 1 ومش هغير العلامات، امال هتعمل ايه يا مجنون؟ هطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت، قصدك ايه؟ دي لما تتضرب في نيجاتيف 1 هخليها c2 over 5، قلبت خليت البسط مقام والمقام بسط، جبت الانفرس بتاعها يعني، والاشاره هتفضل زي ما هي، ما انا قلبت. طيب نيجاتيف 2 اوفر 3 تايمز 7، لما اضرب نيجاتيف 2 اوفر 3 تايمز 7 يا اولاد هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا لما اضربها هتطلع هنا هتطلع لا لما ضربتها في نيجاتيف 1 النيجاتيف راح بقت 3 اوفر 2، جميل. ودي لما اضربها في 1 هتبقى 1، جميل. فاضل ايه؟ فاضل اخلص من 5، فهضربهم كلهم تايمز 5، لما دي تتضرب تايمز 5 تبقى 5، ادي لز نور ايكوال، دي هتبقى سي 2، ادي لز نور ايكوال، دي لما اضربها في 5 3 على 2 في 5 هتديني 7.5. الله خلصت خلاص، يعني ايه؟ يعني رقم سي 2 ده اوريدي كان كام؟ كان 7، يقل لحد 5 ويزيد لحد 7.5، يبقى الزيادة المسموح بها كانت كام؟ كانت هاف، ده اسمه الالاونس انكريز زي ما اتفقنا في الصفحة اللي فاتت. والنقص اللي مسموح به كان كام؟ كان 2، ده اسمه الالاونس ديكريز، يبقى 7 تقل وتزيد، وده الرينج اللي هيفضل فيه الاوبتيمال سولوشن اكس 1 ب 5 واكس 2 ب 3 زي ما هو، بس الماكسيمم بروفيت هيتغير. شكرا لحضرتك، الكلام ده مكتوب في الورق ومشروح ان ديتيلز وبالعربي وبالانجليزي. في برضه سؤال تاني اسمح بيه، هنا يطلب منك سؤال يقول لك ايه هي البرسنتج برسنتج اوف انكريز، يعني نسبه الزياده، النسبه المئويه للزياده، هو اوريدي انت مسموح لك تزيد بكام؟ بهاف او 0.5، وانت اوريدي كنت كام؟ كنت 7، لما تقسم هاف اوفر هاف اوفر 7 يديك بالكالكوليتر 7%، يعني انت مسموح لك تزيد في حدود 7%. طب جيب لي البرسنتج اوف ديكريز، النسبه المئويه للانخفاض، حضرتك مسموح لك انك انت تقل ب 2 يبقى 2 وانت اساسا 7، يبقى البرسنتج اوف ديكريز كانت كام؟ 28%. اشكر حضرتك، يا رب تكون فاهمني.
الكلام ده بقى في الكمبيوتر في الريبورتس يجي ازاي؟ انا يمكن كبرنا الصفحة ايه؟ لازم الكلام ده بيظهر في برنامجين، لازم حضرتك تبقى عارف الكلام ده، يظهر في المانجمنت ساينس ويظهر في الاكسل. لازم حضرتك تقدر، مش هيقول لك اعمل برنامج، انت قدامك ريبورت، نفهم من الريبورت ده ايه، لان بيسالوا اسئله على الريبورت. انا المره الجايه ان شاء الله هجيب لك اسئله خلاص، وبعد المره الجايه هنزل الميد تيرم ريفيجن. بص لي يا باشا هنا اهي الحته دي اهي، كان الفاريبل اكس 1 واكس 2، بص الكرنت فاليو اهي اكتبها لك بخط كبير تمام. كان هنا عندي ادي فاريبل اهو، وادي لور، الكلام ده يا اولاد في بيج 66، ادي لور ليميت وادي كرنت فاليو وادي ابر ليميت تمام. كان الفاريبلز اللي عندي كان اكس 1 واكس 2، اكس 1 اوريدي كان 5 واكس 2 اوريدي كان 7. ايه يا مستر 5 و7 دي يا ابني؟ روح بص تاني على الاوبجكتيف فانكشن اهي، ولا تبص تاني ولا حاجه اجيبها لك انا. ادي الاوبجكتيف فانكشن ماكسمايز 5x1 بلس 7x2، 5 و7. اكس 1 كان الكوفيشنت بتاعها 5 واكس 2 كان الكوفيشنت بتاعه 7. اشكر حضرتك اهو. اللور ليميت احنا جبنا الخمسه تقل لحد كام يا فندم؟ تقل لحد 4.667 وتزيد لحد 7، وال7 تزيد لحد 7.5 وتقل لحد كام يا اولاد؟ تقل لحد كام في الثانيه؟ تقل لحد 5. ممكن يجيب لك الاثنين دول كويشن مارك، ويجيب لك الاثنين دول كويشن مارك واكتر ومالتيبل تشويس، وانت تختار. انا بقول لك كل الافيلبل، كل اللي انا شفته في المادة دي قبل كده بقول لك الموضوع ده. شكرا. طب يا سيد خلصنا، عرفنا السبعة جت منين والاربعة مش عارف وكام، والسبعة ونص جت منين والخمسة جت من كام، والخمسة والسبعة دول ايه؟ ده المانجمنت ساينس. الاكسل بقى، الشيت بتاع الاكسل موجود في بيج 66، ما عليكش انك انت اتعامل ازاي، عليك انك انت تعمل، حتى اللي كان بيحضر الدكتور سيد تعرف تعمل انتربريت للإكس للشيت ده، يعني تفهمه وترجمهولي بالبلدي. أول عمود يا فندم سيل مالكش دعوة بيه خالص. العمود الثاني حاجة اسمها نيم، كان الفاريبلز اسمها X1 وX2، الفاليو قيمتها 5 و7. أنا آسف الفاليو، أنا آسف الفاليو كانت 5 و3. حضرتك كده في البيت عند العمود بتاع الفاليو ده أهو، العمود بتاع الفاليو، لان ممكن يجي لك هنا كوتشن مارك وهنا كوتشن مارك، اعمل ايه مكان 5 و3 دول؟ اعمل دايره كده واكتب على جنب ده يا سير الاوبتيمال سوليوشن اللي احنا طلعناه من شويه، او طلعناه بقى خلال الفيديوز اللي فاتت. العمود اللي بعد كده ريديوس ذا كوست اهو، ريديوس ذا كوست طبعا عشان ده ليه قيمه، اكس 1 ليه قيمه واكس 2 ليه قيمه. طبعا خلاص احنا شرحنا، مش هنعيد تاني بقى موضوع الريديوس ذا كوست. يبقى الريديوس دي كوست بتاع ده بزيرو وزيرو، ممكن يديك الاثنين دول ويحط لك مكان الريديوس دي كوست كوتشن مارك. وانا قلت لك قبل كده طالما الفاريبل ليه فاليو يبقى الريديوس دي كوست بتاعته بكام؟ بزيرو. العمود اللي بعد كده بيقول لك الاوبجكتيف، الاوبجكتيف كو افيشنت، اوبجكتيف كو افيشنت هنا تمام. يعني ايه؟ يعني الارقام اللي مكتوبه قدام اكس 1 واكس 2 في الاوبجكتيف فانكشن كانت 5 و7. مديك هنا عمود اسمه الالاونس انكريز، الله اكبر انا شرحته، والالاونس ديكريز يا معلم انا برضو شرحته. يعني ايه؟ تعالى باشا هنا شوف لي بقى، من شويه قلت لي اهي الورقه الاولى بتاعت اول بتاعت الفاريبل الاولاني اهو، الالاونس انكريز بتاع الخمسه كان كام؟ كان 2، يعني المزياده المسموح بها. والالاونس ديكريز بتاع الخمسه كان كام؟ كان 0.333 اللي هي تلت يعني. طيب والفاريبل الثاني اهو السبعه دي، كان الالاونس انكريز بتاعها بكام؟ بهاف 0.5، والالاونس ديكريز بتاعها بكام؟ ب2. ادي ال2 اهي، انا وانت اللي جبناهم مع بعض، خلي عندك ثقه في نفسك كده. الكلام اللي انا بقول لك عليه ده بعد كده هتعرف انه من اتقل الحاجات اللي في منهجك، اللي انت فاهمه ده وبترد عليا دلوقتي من اتقل الحاجات اللي في منهجك، ومفيش امتحان خلى منهم. جميل. طب يا سير الكلام ده احنا جبناه، الشيت اهو يا ابني، الشيت جيفن اهو، الشيت جيفن اهو، وفي الارقام. يعني ممكن يجي لك دي كويتشن مارك ودي كويتشن مارك ودي كويتشن مارك ودي كويتشن مارك، هتجيبهم ازاي؟ زي ما حلينا من شويه.
زي ما حلينا من شوية. كل الحاجات انا شاريحها في الورق، الورق واضح جدا الحمد لله رب العالمين. ربنا مدي واحد ملكة ان هو يعرف يكتب كويس او يعرف يترجم كويس، الحمد لله رب العالمين. يا رب تكونوا فاهمين. فاضل لي تكة صغيرة عشان اخلص الفيديو، واكون خلصت نص تلتين ايه 80% من الشابتر ده. ماشي، المرة الجاية هكمل حتة صغيرة ونحل تمرينين جم في امتحانات قبل كده. مش جم، ده دكتورة زينات حلتهم ودكتور سيد حلهم في المحاضرات. تمام، يلا بينا بقى نتكلم. ايه بقى الشيء بقى اللي انت مفروض دلوقتي لو انت متابع معايا ومركز معايا تقول يا سير، لو شركة بتنتج منتجين او محل بيبيع سلعتين، يعني احنا دلوقتي غيرنا 5 بس وعرفنا 5 ممكن تزيد بكام وتقل بكام، وغيرنا 7 بس وعرفنا 7 يا يعني يا 5 يا 7. طب افرض انا عايز العب في الاثنين، ايه العب في الاثنين؟ يعني يا سير مش فاهمك يا عم. العب في الاثنين يعني، معلش قولها لي بالبلد، اقولها لك بالبلدي، احنا خدنا سي 1 يتغير اونلي، شفتها بعينيك، وخدنا سي 2 يتغير اونلي، يعني الرقم اللي موجود قدام. على فكره اللي عليك في الحته دي 2 بس، ما عليكش 3 ولا 4، هما 2 بس، اكس 1 واكس 2 بس. لو حاجه بقى غير كده زي ما هنشوف المره الجايه مش هتعملها بايدك، لازم تبقى جيفن في الامتحان يديك ريبورت كامل. طيب يا فندم اهو، طب افرض الاثنين البوس تشينج، يعني سي 1 اند سي 2، يعني رقم عايز العب بقى انا راجل كارفور بقى، عايز 5-6 سلع في المحل كده العب في ارباحهم وكوستهم بقى ومش عارف ايه، او شركه شيبسي مثلا عايزه تزود ربح الكيس ابو 2 جنيه ده اللي ما بقاش فيه نص بطاطسايه على بعض، وتقلل ربح الكيس ابو 5 جنيه على اللي بيحمض عند الناس ما حدش بيبيعهم. اعمل ايه؟ في حاجه اسمها 100%، قول عليك عليك عليك. يعني ايه 100%؟ قول تعالى لي بقى، هنعمل حسبه بسيطه كده، لو طلع الناتج بتاعها اقل من او يساوي 100% مش هيحصل تشينج. مش هيحصل تشينج في ايه يا منتن؟ في الاوبتيمال سولوشن، هيفضل الاوبتيمال سولوشن زي ما هو 5 و3، والارباح بقى تتغير براحتها، ماليش دعوه بالاوبجكتيف فانكشن فاليو دلوقتي. طب ولو طلع التغيير اللي احنا هنعمله بتاع الايكويشن ده اكبر من 100%، لا هيحصل تشينج. التشينج بقى هو ايه؟ cannot determine resolve the problem، ما اقدرش انا وانت نحدد. عيد حل البرنامج، اسمعني بقى ايه في الخمس ست دقائق الباقيين. الورق على فكره فيه غلطه في، او انا مش غلطه الحمد لله بعمل مفيش اخطاء، بس انا ما كنتش كاتبه ان ديتيلز قوي في الحته دي بالذات، لان انا لقيت على النت الورق ده متشير في الجروبات بتاعت التليجرام، انا موجود في الحاجات دي الحمد لله، والناس عماله تقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. اسمعني بقى، اكتبها لنفسك او عدلها بقى. الكلام ده في ورقه 67 تحت خالص. تشينج ان سي 1 على الالاوبل تشينج، مش مكتوبه في الاول في الورق الاوبل انكريز، لا غلط، الاوبل تشينج بلس، والله العظيم بلس. عشان في ناس بقى تقول ساعات بلس يا سير وساعات لا خالص. يقول لك اصل دكتوره زينات ما فيش الكلام ده، انا معايا الريكورد انزله لكم دلوقتي على طول. بلس تشينج ان سي 2 على الالاوبل تشينج، لو الناتج بتاع ده جريتر ذان 100% هترد في الامتحان وتقول له cannot determine، ما اقدرش احدد، ما اعرفش. لو الناتج less than or equal يبقى no effect، مفيش اي effect هيحصل على التمرين، هيفضل ولا الاوبتيمال سولوشن زي ما هو مش هيتغير. طيب يا سير يلا نالف، يلا نالف. افرض قال لك في الامتحان ان سي 1 increased by 1، سي 1 increased by 1 و سي 2 decreased by 2، ايه اللي هيحصل؟ الاثنين مع بعض اهو، يلا بينا نحسبها. تشينج ان سي 1 هو ده زاد ولا نقص؟ كده سي 1 قال لك increase زاد، تجري على الورقه اللي احنا لسه حلينها من شويه وتشوف لي يا ريس في سي 1 اهو، اهي سي 1 اهي الانكريز، الاوبل انكريز كان كام؟ كان 2.
يبقى كلمه allowable change يعني الزياده، يعني التغير المسموح به. لو انت زدت شوف الزياده المسموح به كانت 2، لو انت قلت شوف النقص المسموح به بلس سي 2. سي 2 قال لك decrease the by 2، decrease the by 2 يعني قل. حلو، هيقول لك بقى كلام لهبل بقى، ديكريز دي يبقى حط نيجاتيف. يا عم مالكش دعوه، انا مسؤول عن كلامي قدام ربنا. انكريز او ديكريز تحط بوزيتيف. طب الاشاره بتتعالج في الالاونس انكريز والاونس ديكريز دي، ماشي. يبقى انكريز حطيته بوزيتيف، ديكريز حطيته بوزيتيف. تحت بقى الالاونس تشينج ده ديكريز، تروح تجيب لي في سي 2 الالاونس ديكريز بتاعه كان كام؟ الالاونس ديكريز في سي 2 كان بكام؟ 7 دي كان مسموح لها تقل بكام؟ ب 2. اجمع الاثنين دول، الله الله الله، 1.5 طلعوا 150%، يبقى كان نوت ديتيرمن ريسولف ذا بروبلم. خلاص. طيب يا سيد في الورق بقى كان مدي ايه؟ تعالى نشوفها في الورق كانت مديها ايه. هنا عشان كان في بنت منزله السؤال ده ما لحقتش ارد عليه. بيقول لك ان كم مثلا ان اف كوفيشنت، اهي اف كاسر تيجي كده في الامتحان على فكره، في بيج 68 يا اولاد، اف كوفيشنت اوف اكس 1 انكريزد باي 28. هو الكوفيشنت اوف اكس 1، الكوفيشنت اوف اكس 1 كان بيساوي 5 والكوفيشنت اوف اكس 2 بيساوي 7. بيقول لك اف الكوفيشنت اوف اكس 1 انكريز تو 8، انكريز تو 8 يعني حصل له تشينج بكام؟ هو 5 بقى 8، يعني حصل له زياده ب 3. زياده، روح جيب الزياده المسموح بيها بتاعه سي 1 اهو، مش ده الكوفيشنت اوف اكس 1؟ الزياده المسموح بيها كام؟ 2، يبقى 3 على 2. جميل. بلس اند كوفيشنت اوف اكس 2 increased to 5. الكوفيشنت اوف اكس 2، اكس 2 ايه يا ولاد؟ increased، هي دي كان كاتب increased، increased الكوفيشنت اوف اكس 2 increased to 5. هي دي increased to 5 كام؟ لا اعدلها دي، انا اسف يا ولاد. increase to 5، لا اعدلها دي، هتبقى increased to يا ولاد 9، وهنا تبقى 9 minus 3 في السي 2، 9 minus 3 انا اسف 9 minus 7، يبقى هي كانت في بيج عدل معايا 68، يبقى هي coefficient of x2 increased to 9. تمام، increased to 9 يعني زاد بقى 9، هو already كان 7، هو already كان 7. جميل. خلاص، يبقى increased to 9 وهو كان 7، يعني هو زاد ب 2. وعدلها في الحل 8 ناقص 5 و 9 ناقص 7. والزياده المسموح له بيها كان كام يا اولاد؟ كان الالاونس increase بكام؟ بنص، يبقى 0.5. كده طلع الناتج معايا 550%، يا نهار اسود دي اكبر من 100%. يبقى هنا كان نوت ديتيرمن، والاوبتيمال سولوشن هيتغير، هيبقى بكام؟ مش عليا ولا عليك. خلص البارت ده، خلص تقريبا 80% من الشابتر ده، هنكمل المره الجايه. الكلام ده يتذاكر كويس جدا 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 جدا، احنا لسه معانا 3 4 دقايق. تمام، تعال نشوف مثلا اكزامبل تاني. اكزامبل تاني مثلا هنا يقول على الكلام ده برضو، يقول لك لو السي 1 ده increased مثلا او decreased by مثلا 1، ولا بلاش دي، اهي increased by 1 زي ما هي، وقال لك ان ده decreased by 0.3 مثلا. طب تعال نشوف لو increased by 1 يبقى 1 على allowance increase ما فيش مشاكل. طب بتاع سي 2 ده decreased، ده decreased ب 0.3 والالاونس ديكريز بتاعه 2، يعني دي 0.3 وهنا 2. الناتج يطلع كام مش مشكلتي دلوقتي، بس الناتج ده هيطلع لزان 100%، يبقى نو تشينج على الاوبتيمال سولوشن، هيفضل الاوبتيمال سولوشن زي ما هو.
اشكركم يا اولاد، ويا ريت تكونوا بتفهموا مني، ويا ريت الفيديوز يبقى ليها جدوى. وان شاء الله باذن الله هنكمل الفيديو الجاي، الفيديو السابع بقى، وده يبقى اخر حته في الجزء بتاع الميد تيرم او الجزء بتاع الازمه اللي قبل الكورونا. الناس يا ريت تذاكروا، ويا ريت لو عندك اي كومنت او اي اسئله ابعت لي، هرد عليك ان شاء الله لو ربنا قدرني، او على راي دكتور محمد سليمان ربنا يمنع الموانع. اشكركم يا اولاد، شكرا.